بشكل مفاجئ فرنسا توجه طلبا عاجلا إلى المغرب غير متوقع. مرحبا معك أوبل بيس باسل شوكي، إن شاء الله تكون بخير جماعة وصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف الطلب التي أرسلته فرنسا إلى وجه السرعة إلى المغرب وماذا جاء فيه، وأيضا عنا موضوع هام خبير ومؤرخ إسباني سياسي يخرج عن صمته. قبل ما بلش الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس نضل دعم توصل، تحطوا اللايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا بلشرس. قبل ما نبتدي الفيديو شوفوا هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ ورد الآن أنباء عن تجميد الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل ووقف الخدمات القنصلية. ورد الآن منذ ساعات معدودة أن العلاقات بين المغرب وإسرائيل تعيش بفترة من البرودة، وإلى مستوى تجميد الرحلات الجوية وعدم بدء الخدمات القنصلية التي تم الحديث عنها كثيرا، وذلك وفق المعطيات التي حصلت عليها المصادر، وتجهل أسباب هذه التطورات. وكانت العلاقات بين الطرفين قد استؤنفت خلال ديسمبر الماضي في أعقاب اتفاقيات أبراهام. وأكدت صحيفة القدس العربي بأن الموضوع غريب جدا ولا يوجد أي معلومات أكثر من أن هناك برود تام بين العلاقة. هذا ما ورد الآن منذ ساعات معدودة. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء، وهل انتهى الموضوع عند هون؟ الجواب هو لا. مؤرخ وسياسي إسباني يخرج عن صمته ويقول الجزائر ملاذ لعصابة البوليسيرو الانفصالية. أكد المؤرخ والخبير السياسي الإسباني بيدرو أغانسيو أن النظام الجزائري شكل ولا يزال ملاذاً للجماعات الإرهابية لا سيما البوليسيرو الانفصالية وإيتا. وكتب الخبير السياسي الإسباني في مقال بعنوان محور الجزائر جبهة البوليسيرو إيتا، نشر في العديد من وسائل الإعلام الإسبانية وفقا لما ذكره موقع ميدي ون للأخبار. ذكر أن الجزائر خصصت في معسكراتها دورات تكوينية لتنظيم إيتا الذي كان يطالب باستقلال إقليم الباسك، وقدمت ملاذا لانفصالي البوليسيرو الذين نفذوا هجمات إرهابية ضد المصالح والمواطنين الإسبان. وسجل كاتب المقال أن دعم النظام الجزائري لجماعة إيتا الإرهابية معروف تاريخيا سواء من حيث التدريب أو الدعم الدبلوماسي، ملاحظا أن أعضاء إيتا كانوا يتدربون بمعسكرات جزائرية في شمال البلاد. وأضاف أن الجزائر لا تزال تعيش في الحرب الباردة، لقد أصبحت الملاذ الحقيقي للحركات الثورية المسلحة، وقدمت الدعم الدائم لكل أنواع العصابات الإرهابية بما في ذلك إيتا والبوليسيرو الانفصالية. ولاحظ الخبير الإسباني بأن إسبانيا كانت دائما على علم بأن الجزائر دربت وكونت ودعمت الإرهاب الدولي والإرهاب في أفريقيا وخاصة جبهة البوليسيرو الانفصالية، موضحا أن العلاقة الشيطانية بين إيتا والبوليسيرو الانفصالية مكنت جبهة البوليسيرو من مواصلة هجماتها الإرهابية في أفريقيا وعلى التراب الإسباني. واعتبر أنه من المهم أن نتذكر أنه على مدار 13 عام بين 1973 و 1986 نفذت البوليسيرو الانفصالية 289 هجوما إرهابيا على مواطنين إسبان لا سيما العمال والصيادين
من جزر الكناري وغاليسيا والأندلس، وذكر بأنه في أعقاب هذه الاعتداءات أمر الرئيس الأسبق للحكومة الإسبانية الاشتراكي فيليبي غونزاليس بالطرد الفوري من التراب الإسباني لجميع الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في الجبهة الانفصالية، وأغلاق مكاتبها كاملة في إسبانيا، مستهجنا موقف بعض الإدارات العمومية الإسبانية التي لا تزال تقدم إعانات لمجرمي البوليسيرو الانفصالي. هذه كانت تصريحات المؤرخ السياسي الإسباني الذي خرج عن صمته وقالها. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء، وهل انتهى الموضوع عن هون؟ الجواب هو لا. فرنسا توجه طلبا عاجلا إلى المغرب، غير متوقع. عاجل، فرنسا رسميا توجه طلبا إلى المغرب بتمديد شراكة ليدك. شركة ليدك الفرنسية تسعى لشراكة جديدة مع المغرب. قالت ليدك صاحبة أطول عقد تدبير مفوض في المغرب في بلاغ صحفي أن عقد تدبير المفروض الخاص بها سينتهي 2027، وأكدت أنها ستستمر في تعبئة خبرتها لخدمة أطراف العقد. وجاء بلاغ ليدك تفاعلا مع توجه وزارة الداخلية إلى عدم تجديد العقود مع شركات التدبير المفوض، حيث تستعد لإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في جميع الجهات 12 لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء. وقالت فرنسا أنها علمت بقرار وزارة الداخلية، وأوضحت أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات في الدار البيضاء ستتدخل في التراب الجهوي باستثناء نطاق عمل على مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، وهو النطاق الذي تشتغل فيه ليدك. وأوضحت فرنسا أنه تزامنا مع أحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء، فإن خدمات توزيع الماء والكهرباء في الدار البيضاء الكبرى سيتم تنسيقها مع نطاق تدخل مؤسسة البيضاء. ما نراه الآن بأن فرنسا توجه طلب للمغرب، وهو تمديد عقد شركة ليدك الفرنسية. كما نعلم وكما قلنا سابقا بأن وزارة الداخلية المغربية قررت بعدم تجديد العقود الفرنسية، عقود بعض الشركات. وها هي اليوم شركة ليدك تتودد من المغرب وتسعى بأن تحصل على شراكة جديدة من جديد مع المغرب. اكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهذا الشيء، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب. يا سادة، وكسرنا آخر فيديو، كل الحب وطن. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.